اهلا بيكم في قناة بروجرامينج بوكس. ده اول فيديو ليا عن القناة، هتكلم فيه عن ايه هو هدفي وهنمشي ازاي الفترة اللي جاية. ايه هو هدفي؟ من اسمها كده فهي قناة لشرح وتلخيص الكتب البرمجية. الفكرة جات لي ازاي؟ الفكرة جات لي عشان انا طالبة في كمبيوتر ساينس، كنت بلاقي شوية صعوبة في ان انا افهم الكتب البرمجية، فكنت بروح على اليوتيوب ادور على ملخصات للشابتر اللي انا بقراه، فما كنتش بلاقيه عشان يساعدني اكتر في ان انا اقرا الكتاب وافهمه اكتر، فما كنتش بلاقيه. عشان كده قررت ان اي كتاب قريته قبل كده او بفكر اقراه كل شابتر منهم هعمل له ملخص. كل فتره هنمسك كتاب معين هنعمل ملخص لكل شابتر فيه. والهدف مش ان هو ان انت تسمع الملخص وبس وتسيب الفيديو، لا، الهدف ان هو يساعدك ويسهل لك عملية القراية في اول مرة. وان شاء الله كل اسبوع هننزل فيديو جديد. وبس كده، وشكرا.